ايوه الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هيا وين انت يا حسان؟ اسبوعين قد ذلك وانت مقفل المحلات. مقفل من سب المولد. ما علي المولد. كيف ما هو انت ان بيجننوا ناشته حق المولد هولا صار الجن هولا. كم طلبوا منك انت؟ قال لك اشتوا 10 مليون. ما انا والله انهم بيسلخوا ناس الخ، خليها على ربك بس. خلاص وانت كن قفل قبل العيد حقهم، قفل واسلم لك التاوية. ده الحين اسمعني، انت قد تغديت ولا عادك؟ الحمد لله تغديت، قد انا مضطرح كنت ارقد لي شوي لو ما يجي القعد. يلا انا قد تغديت بس بجيب القعد اغسله واجي. يلا ارحب، اهلا وسهلا. يلا مع السلامة. مع السلامة. اعوذ بالله ما يخلوك حتى ترقد. أنت مساء يا أخ العرب، ألديك قليلا من الماء؟ أوه. إنني عطشان، إنني جائع، أريد ثريدا، أريد ماء. من أنت الوالي؟ أوه. والي أيش؟ من أنت أمير هذه الديار؟ أمير ما هو، أنا الحارس حق البستان. بستان، يا له من بستان رائع. هذه الجنة، هذه الجنة التي كان يتكلم عنها محمد؟ لا أعتقد. هذا الجمن، إحنا هذا الحين في الجمن، هذا حق سيدي البستان. من أنت؟ بستان حق سيدي؟ أيوة. ما هذا الشيء؟ بستان من هذا سيدي؟ أنت عبد؟ يا أخي الحارس، إيش من عبد؟ أي عبد؟ نعم أنت عبد. حارس، أنا حارس تبع سيدي. من أنت؟ من أنت دخلت؟ ما ذاك الشيء الذي كان في بيمينك؟ أهو إلهك تعبده؟ هذا قصتك؟ نعم. هذا تلفه؟ إنه أعطني إلها مثله حتى أعبده طول الليل والنهار. أش تعبد هذا تلفون بين؟ أقول لك بين اتصل به، هذا اتصل لا عند سيدي، اتصل للبلاد، اتصل بعد الشيء ذا من دخل. ما هذه اتصل؟ أتكلم. تكلم هذا الشيء؟ وهذا أهو من دخل؟ إلهك الآخر، هذا الإله الآخر. يا سلام. من أنت؟ أنا أبو لهب. من؟ أبو لهب. حياك. يجب أن تحترمني. أبو لهب مرة واحدة. أبو لهب نعم. بس أبو لهب مات قبل 1400 سنة. يا لهوي. كم؟ 1400 سنة. أتتكلم عن جد؟ ما بنمزح. هي أبو لهب قد ما. 1400؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هل قامت القيامة كما قال ابن أخي؟ أو لا ابن من؟ الحين انت ابو لهب صادق؟ نعم. ما ادري شيء. اسلم عليك. كورونا. هذا السلام الجديد؟ ما عدتش سلام، خلاص ما عاد في سلم على حد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذا؟ اهو اتقلص السيف الى هذا الحد؟ لا هذا جنبيه. جنبيه؟ ايوه. اهي زوجة السيف؟ زباج. ابو لهب طلع زباج. نعم. ايوه يا ابو لهب، وليش عاصب من نفسك؟ كان معنا حفله في جهنم. نعم. بس هكذا ما بيعصبكش الا الرقاصات يا ابو لهب. انا كنت الرقاصه حق جهنم. وبعد ابو لهب كانوا ازرق. ازرق وماذا؟ هل جدي فارسي؟ تمام. وليش زباج يا ابو لهب؟ علامة تضحك؟ أنا بنضحك والله مستغرب. والله لو أن سيفي هنا لأزغجنك زغج الوقوة. وين وسف عكك؟ رهنته حق الطريق مشوار، ووجدت هذه الحذاء هناك، الخف. أهي لك؟ ذا الحين أنت، إنها مريحة. ذا الحين أنت متأكد من ما بتقول؟ أنت أبو لهب صح؟ نعم نعم. أنا هل ما هذا الشيء؟ تفضل اجلس. ما هذا الشيء الجذاب؟ اجلس نفس اللو نجلس. مطقم؟ أيوه جلس. يا سلام. جلس جلس جلس. أجلس. اجلس. اجلس اجلس اجابرك. تفضل. ايوه يا ابو لهب، وبعدها قول لي ليش ما سلمت يا خلف؟ اسلم؟ اتعرف ما معنى الاسلام؟ معنى الاسلام انه لا يوجد قتل، لا يوجد زنا، لا يوجد خمر، لا يوجد سرقه، لا يوجد نهب، مساواه الناس بالعبيد، سواسيه. هل تريد ان اسلم؟ كان عاد اسلم يا خلف. الحمد له هبل انني لم اسلم. كان عاد اسلم وإذا عملت أبناء عمومتك اسلموا بفعلوا هؤلاء كلهن، اعمل ما بدالك. أبناء عمومتي؟ أيوة.
الحوثيين. وكيف عرفتم انهم بنو هاشم بعد 1400 سنه؟ مدري قالوا لنا بني هاشم. خلف الرجال. قالوا لنا انهم ابناء الرسول. الرسول لا يوجد لديه اولاد. كذبوا عليكم. هم يعني جهال بنته. ما جهال بنت الرسول. ما هذه الجهال؟ ابناء بنته، ابناء بنت الرسول. ابناء بنت الرسول. ايوه. حياك الله. وينسبوهم الى محمد من؟ ابناء علي. ايوه. اوه وينسبوهم الى محمد. هزلت ورب الكعبه، هزلت. كنا كان عاد اسلم ودفع لسعماهم، اهم شيء اسلم. وبعدها اذني يقتل سرق وفعل ما اشتيت فخرت الناس عندك عبيد سوي لي في راسك، اهم شيء كان عاد اسلم ساعهم بدل ما تقوم تحانك لك محمد وتدخل انت ويا في دوامه والاخير بسرقه بصعبه. هذا في دين الاسلام؟ اشو؟ هذا الذي تتكلم عنه؟ وماذا؟ وبيقول انهم اساس الاسلام وبعدها زلط. ما هذه الزلط؟ فلوس. ما هذه الفلوس؟ دنانير، دراهم، نقود. ايوه. وصوالي. ما هذه الصالون؟ صوالين سيارة. وما هذه السيارات؟ يا أخي حاجة يطلعوا فوقها 4-5 خيل بأربع ويركبوا فوقها وناس كثير. مشوا خيل هذا صالون عاد فعله. وفلال. وما هذه الفلال؟ هي خيول. هذا صورتك أبو لهب صدق. نعم. يعني هذه الراحة كلها عندهم. ومن هو أميركم ومن هو والي البلاد حتى لماذا لا يضبطهم؟ هم الولاة وهم كل شيء. من؟ هم هؤلاء اللي بيفعلوا هؤلاء كلنا. أبناء علي. أيوة. بنو هاشم. أيوة. سلام. أيوة بيسرقوا خلق الله باسم المجهود الحربي وباسم عيد المولد وباسم يوم الغدير وباسم يوم المهم ولا أدخل عيد طول السنة كودهم غير هات هات ويقتلوا خلق الله ويسرقوا ومن تحاكى قتلوا وفجروا بيته ولا عاد بيضربوا حساب لحد. من هو والي البلاد حتى ساكت حتى يسكت عنهم؟ الحوثيين. ومن هؤلاء الحوثيين؟ الحوثيين وهو الوالي حقهم. من هو الوالي؟ عبد الملك الحوثي ابن رسول الله. أيوة كما يدعي. أيوة. اريد ان اسلم. تسلم حتى يكون اولادي في هذا المكان. يا فعلتا افتضحت. قدك ساعه اخي ساعه. يلا تفضل. ما قلت ما شيء تفعل. اريد ان اسلم. قل من الجنان قال يريد ان يسلم. لماذا؟ ما يصلح. لماذا؟ اش تسلم من الجنان هذا هو حلم. انت ولو حلم اشهد ان لا. لا لا. يو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابو لهب كان اسلم على يدي. كان اسلم على يدي في ذمه المولد. الله اكبر عليكم.